البنات مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم ابداعات فيفي. ان شاء الله حبيباتي نلقاكم كامل بخير. الموضوع تاعنا تاع نهار اليوم راح يكون على لو باترون تاع هذا لو موديل اللي راه موضح على الشاشه. هذا الموديل هذا كنتو بعثتوه لي نتوما على حسابي الخاص في الانستغرام وعجبني باسكو لو باترون تاعو شويه معقد، يعني راحين تتعلموا فيه حوايج جدد. اللي عندها اي باترون تبعثوه لي على هذا الحساب اللي راه موضح على الشاشه تاع الانستغرام، وراح نزيد نخلي لكم الرابط تاعو في اول تعليق باش اللي ما لقاوهش يدخلوا مباشرة من الرابط. بعثوا لي كامل لي باترون اللي راكم حابينهم وانا نخير منهم على حساب لو موديل اللي نشوفوه قاعد يتعاود بزاف ومطلوب، هذاك هو اللي ندير لكم في القناه. بين قوسين حبيباتي حبيت نذكركم فقط في الدورات المتاحه واللي راني مدايره عليهم تخفيضات. اذا اخر اجل للتسجيل بسعر التخفيض هو غدا صباحا وفقط، اذا في المساء ان شاء الله على السادسه مساء رايحه نفتح الافواج ونبداو الدورات. اذا اخر اجل للتسجيل كما قلت لكم هو غدا صباح. اذا نروحوا دركا للموديل تاعنا البنات، شوفوا لاحظوا معايا لو موديل تاعي عنده رقبه في وراهي مفتوحه شويه. اذا رقبه في من الامام ومن الخلف، ومن الخلف راهي ناقصه شويه للامام. الوسط تاعو راهو مفتوح في خياطه كما راكم تلاحظوا. عندنا لي مونش من شحن نديرهم لكم لانهم نفس الباترون اللي كنا درناه في المره السابقه، رايح نزيد نخليه لكم ايضا في التعليق المثبت باش تدخلوا تشوفوا لو موديل تتعلموا منه وفي نفس الوقت تهزوا لو باترون تاع الذراعين. عندنا لهنا قسمه تحت الصدر تماما، هاي ليكم تحت الصدر تماما. عندنا هادو الطيات اللي يجيو في الصدر، دوك نوري لكم كيفاش نديروه. اذا نبداو في طريقه عمل لو باترون. اذا شوفوا البنات نجي لهنا للجهه المغلقه ونبدا نحط في الباترون الاساسي البسيط، وانطلاقا من هذا الباترون الاساسي البسيط راح نحولوا الى كورساج مبسط، يعني ماشي هذاك الكورساج الواعر اللي فيه بزاف التعقيدات عفوا، ولكن راح نحولوا الى كورساج مبسط اللي يمكنني باش نقدر اني نتحصل على نتيجه مرضيه بنفس الوقت ما يكونش معقد بزاف على المبتدئات. اذا شوفوا هاوليكم هذا الخط، هذا هو الجهه المغلقه راح نبدا نحط عليه في القياسات. اذا نمشي المسافه بين الكتفين مقسوم على 2 زائد 1 سنتيمتر. الرقبه لهنا راح نديرها 10 سنتيمتر لانه قلت لكم راهي شويه مفتوحه. نهبط ولا نهبط الكتف تاعي ب 2 سنتيمتر ونرسم ميل الكتف. اذا نفس المسافه اللي مشيت بها من اللي هي 20 سنتيمتر نزيد نهبط بها انطلاقا من نهايه ميل الكتف هكذا. ولهنا نحط دوران الصدر مقسوم على 4 بدون اضافه لانه لهنا القماش تاعنا راهو قطيفه ويتكسل. ماذا بيا لا روب تاعي تجي على قد يعني سور تاع، لو كان تجي شويه عريضه راح تجي بشعه خاصه في هاد الانواع هادو اللي يكونوا اون غوب يعني ماشي قنداره. دونك لهنا نحط 23 سنتيمتر ونرسم حرده الابط الاماميه والخلفيه. اذا هذه باللون الاحمر الاماميه راح تكون داخله شويه على الخلفيه. اذا لهنا البنات لازم يكون عندي طول الصدر لهنا، من الاحسن ما تخدموش بليطاي ستوندار، من الاحسن انكم تهزوا القياسات تاع الزبونه باش كلشي يجي على قدها تماما. اذا نجيو لهنا الى اعلى نقطه في الكتف هاي ليكم يعني بدايه الرقبه ونهبط بطول الصدر. اذا طول الصدر عندي لهنا هو 30 سنتيمتر، نعين النقطه ونمشي بالمسافه بين الحلمتين مقسومه على 2. اذا المسافه بين الحلمتين عندي هي 9 سنتيمتر. اذا نقطه الالتقاء ما بين المسافه بين الحلمتين مقسومه على 2 وطول الصدر راح تكون هي حلمه الصدر. اذا هذه الحلمه هذه ولا هذه النقطه راني نحتاجها. اذا نخليوها الساعه نجي الى اعلى نقطه في الكتف ونحسب طول الخصر. طول الخصر عندي هو 40 سنتيمتر. هاوليكم نحط دركا دوران الخصر مقسوم على 4 بدون إضافة واللي راح يكون هو 20 سنتيمتر. نوصل هذه النقطة إلى نهاية حردة الإبط بخط مائل بهذا الشكل. دركا لهنا تحبوا ديروها إيفازي، نكملوا بخط مائل انطلاقا من الخصر إلى نهاية قطعة القماش. اذا دركا راح ندير الرقبة الخلفية والأمامية. الرقبة الأمامية راح نهبط فيها ب 18 سنتيمتر هكذا ونرسم خط مائل. شوفوا كيفاش نديروا الرقبه في. اذا نرسموا الخط المائل ومن بعد هذا الخط هذا نقسموه على 2 هكذا، ومن بعد المنتصف نهبط منه بواحد سنتيمتر
ونقوس الرقبة تاعي. إذا راح تكون رقبة في ولكن ماشي خط مائل. بالنسبة للخلف قلنا راح تكون الرقبة الخلفية طالعة شوية على الأمام. إذا في الأمام كنا هبطنا ب 18 سنتيمتر، في الخلف نهبطو ب 14 سنتيمتر ونعاودو نفس العملية. إذا نرسم خط مائل، نقسم هذا الخط على 2، نخرج انطلاقا من المنتصف بواحد سنتيمتر ونقوس الرقبة. اذا هذه راح تكون الرقبة الخلفية وهذه الامامية. اذا لهنا كيفاش نعدلوا الطول تاع لاغوب تاعنا كي تكون ايفازي؟ راح نجيو لهنا الى اعلى نقطة في الكتف، نحطوا شريط القياس تاعنا ونهزوا الطول اللي رانا حابينه، مثلا هو متر ونصف مثلا. رايحة نثبت بحاجة ثقيلة هنايا هكذا ونبقى نمشي في شريط القياس بنفس القيس واللي هو الطول الكلي زائد الإضافة أكيد. مثلا راح نخدم يعني بمتر ونصف، نبقى نمشي بها في هذا بهذه الطريقة حتى نرسم هذا القوس من الأسفل، وبهذا الشكل نكون عدلت الطول تاع لاغوب تاعي كامل. إذا لهنا نقصوا تفاصيل الخلف، الرقبة الخلفية وحردة الإبط الخلفية. هكذا دركا الجهة اللي مش مرسوم فيها هي راح تكون الخلف. لهنا راح نديروا لي بانس البنات بالنسبة للخلف وبالنسبة للأمام. شوفوا لا بانس الخلفية كيفاش راح نديروها. راح نجيو لهنا للخصر ونرسموا خط هكذا، ولا هنا الى نهايه حرده الابط ونرسم خط، ولا هنا راح يكون عندي الارداف. رايحه نجي للخصر نقسمه على 2 هكذا ونزيد نقدم بواحد سنتيمتر في اتجاه الداخل، يعني هاوليكم المنتصف ونزيد نقدم بواحد سنتيمتر، نرسم خط يبدا مع مع حرده الابط هكذا وما يوصلش الى الارداف. اذا انا جينيرالمون نمشي ب 30 سنتيمتر كطول للبانسا الخلفيه. إذا هاوليكم رايحة ندير 30 سنتيمتر ومن بعد نخرج في الخصر بواحد واحد سنتيمتر على الطرفين ونرسم لابانس تاعي الخلفية. إذا هاد لابانس هادي نزيد ننقلها إلى الجهة الثانية. نرجعو دركا للأمام، هو اللي راح يكون فيه خدمة بزاف. نزيد نقص حردة الإبط الأمامية ونقص لهنا الرقبة الأمامية. شوفوا لهنا كيما قلت لكم رايحه نحول الامام تاعي الى كورساج مبسط. نجيب ورقه جديده ونخدم فيها لو باترون. لهنا اكيد كي عندكم تحويلات لازم تخدموا الباترون، ما تخدموش مباشره على القماش. اذا شوفوا البنات رايحه نهز هذا هو لو باترون تاعي، هاوليكم كيما درنا الرقبه الكتف. لهنا على مستوى حرده الابط واش ندير؟ رايحة نهبط اسنان نحكمها بقطعة تاع شريط اللاصق، نجي لهنا إلى حردة الإبط هاي ليكم كيما قلت لكم أنا درناها 20، نقسمها على 2 يعني راح يكون عندي 10 منا وعشرة منا. شوفوا مليح على هاد القياسات، نرسم النصف تاع الحردة الأولى نحتاجو هاي ليكم، ومن بعد هاد المنتصف هذا نوصلو إلى حلمة الصدر هنايا بخط مائل. نوصلوا الى حلمه الصدر بخط مائل، ومن بعد واش ندير البنات؟ راح نمشي في هذا الاتجاه. شوفوا الاتجاه كيفاه، هكذا من هذا الخط الى نهايه حرده الابط نمشي ب 5 سنتيمتر ونعين نقطه هكذا، ومن بعد هذه النقطه هذه نزيد نعاود نوصلها الى حلمه الصدر بخط مائل. ومن بعد بما انه هذا الخط هذا لازم يلصق مع هذا الخط ولا نخيطوه مع هذا الخط باش نغطوا لابانس، دونك لازم يكونوا قد بعضهم تماما. اذا رايحه نهز هذا القيس نعاود نمشي به هنا هكذا، راح تكون هذه هي البانسه تاع الابيت تاعي. ومن بعد دركا واش نديروا البنات؟
عندي النصف الاخر تاع حرده الابط لازم نعاود نرسمه هنا. علاش؟ باسكو هذا الخط هذا راح يلصق مع هذا الخط وتتغلق لابانس واللي حرده الابط تاعي قطعه واحده. دونك لهنا بما انه حرده الابط فيها 20 سنتيمتر ولهنا عندي 10، نجي لهنا ونزيد نحسب 10 واحد اخرى، نحط 10 واحد اخرى هكذا، يعني مع الخط الثاني هذا نهبط ب 10 سنتيمتر. شوفوا مع نهاية لابانس من هنا نهبط ب 10 سنتيمتر، وهنا نعاود نحط القيس تاعي تاع دوران الصدر مقسوم على 4 بدون إضافة كما قلنا واللي هو 23 سنتيمتر. نعاود نرسم دركا الجزء الثاني تاع حردة الإبط، نهاوليكم هذا هو الجزء الثاني تاع حردة الإبط. دركا كي نغلقوا هاد لابانس نعاودوا نتحصلوا على حردة الإبط تاعنا الأولى بنفس القياسات. نهبط لهنا البنات هاوليكم، نوصلوا الى خط الخصر هكذا، ونكمل من هنايا بخط مائل مع الباترون الاول تاعي. التغيير رانا درناه على هذا المستوى ولا الجزء السفلي. دركا نرسم لابانس تاعي العاديه، اذا هاوليكم عندي لهنا مستوى الخصر، نمشي من حلمة الصدر بخط مستقيم عمودي على خط الخصر. لهنا في لابانس الأمامية أنا نمشي ب 24 سنتيمتر، كل وحدة وقداش دير قياساتها. نمشي ب 1.1 سنتيمتر على الطرفين ونرسم لابانس الأمامية هكذا. دركا واش ولا عندي؟ ولات عندي لابانس تاع الخصر ولابانس تاع الإبط. دوك نوري لكم البنات كيفاش نحولوا هاد لي بانس حتى يعودوا ما كانش غير موجودين، ونحولوهم الى هادوك الطيات اللي راهم على مستوى الصدر. اذا شوفوا لهنا راني قربت لكم شويه لاكام باش تشوفوا التحويلات اللي راح نديروهم على مستوى الصدر باش نتحصلوا على هادوك الطيات. راني نعاود لكم باش تفهموني مليح، نحولوا هاد لي بانس هادو الى طيات. شوفوا راح نجيبوا المدور تاعنا، نحطوا الراس تاع المدور مع حلمه الصدر، ونهزوا هذا القيس هذا، يعني نمشيو المدور تاعنا الى هذه الجهه المغلقه ونرسموا قوس او نرسموا عفوا دائره. الدائره هذه البنات راح تمثل هي الثدي تاع الزبونه تاعنا ولا تاع المهم اللي راح تلبس الفستان هكذا. هنا رايحه نزيد ندير تغيير على مستوى هاد لابانس تاع الخصر، رايحه نمشي فيها منا بواحد واحد سنتيمتر، يعني حنوسع فيها شويه، نمشي فيها بواحد واحد سنتيمتر ونعاود نرسم لابانس الجديده هكذا. انا البنات اعتذر منكم، كنت وسعت في لابانس هذه ولكن هو نورمالمون ما نوسعش فيها لانه في بالي موديل واحد اخر ما نعرف نخدم لابانس هذه نحافظ عليها كيما راهي. لابانس هذه برك اللي نوسع فيها، نرجع لهنا لهاد النقطتين البنات نوصلهم كيما راهم الى نهايه لابانس هاي. اذا هذه هي لابانس الجديده، لون حالكم برك باش تبان لكم. اذا هذه هي لابانس الجديده، وهاد الدائره هذه تمثل الثدي، وعندي هذه لابانس هذه كيما قلت لكم ما نوسعوش فيها، خليوها كيما راهي هاي لكم. اذا شوفوا هاي لكم لا فورم تاع الفستان راهو جاي عنده قسمه تحت هاد الدائره، لان البنات نسيت بلي الوسط تاعنا راهو مفتوح نورمالمون لهنا تكون مفتوحه، ونزيدوا واحد سنتيمتر حق الخياطه هكذا هكذا، تكون عندي واحد سنتيمتر حق الخياطه لهنا، هذه سهله. المهم نرجعوا لا فورم تاعنا، شوفوا قلت لكم تجي مايله تحت الصدر، هاوليكم الثدي تاعي تحته نديروا خط مائل، يعني هكذا ممكن نمشيو بخط مستقيم هكذا تحت الثدي هكذا، ومن بعد منا تهبطوا ب 4 الى 5 سنتيمتر كل وحده قداش تحب الميلان هذاك اللي يكون تحت الصدر هكذا. اذا دركا واش نديرو البنات؟ رايحة نقص الجزء السفلي أولا، كي نوصل لهنا مع هاد القوس هكدا نقص لو موديل تاعي ولا لو باترون عفوا تاعي هكدا، هذا هو نفسه هذا دونك نستغنى على هاد القطعة. ولهنا واش ندير البنات؟ شوفوا على مستوى الباترون فقط نجي لهنا
باسكو لو موديل تاعنا كيما قلت لكم راه ما فيهش بانسا. نجي لهنا مع نهايه لابانس ونرسم خط هكا، نفتح هذا الخط هكذا ونزيد نفرغ لابانس هكا. لهنا لابانس واش معناتها نفرغها؟ يعني نفصل المحتوى تاعها نحيه. هاوليكم هذا لي بلورونج هذا نحيه هكذا، ونلصق لو باترون تاعي بهذا الشكل بسكوتش، لانه كيما قلت لكم لو موديل تاعنا راه ما فيهش خياطه، ما فيهش بانسا، ما فيه والو. دونك لهنا لي بانس هادو والفراغات نديرهم على مستوى الباترون فقط. اذا شوفوا لو باترون هذا كيفاش نفصلو. نجيب القطعه تاعي تاع القماش، اكيد مطويه على اثنين، الوسط تاعها من هنا راح يكون مفتوح. اذا هكا نجيب القطعه تاع القماش نطويها على اثنين، الوسط تاعها يكون مفتوح. دوك نوريكم هاكم، خلي واحد سنتيمتر لهنا حق الخياطه، نقلب لكم لو باترون هكا باش يبان. خلي واحد سنتيمتر حق الخياطه ونحط لو باترون تاعي هذا، ومن بعد نعاود نرسم الباترون الجديد. شوفوا هنايا راح يكون منحني بهذا الشكل، ومنا اي بازي. اذا هذه الزياده هذه راح تحصلوا عليها انطلاقا من غلق هذا لاباس. دوك نوريكم البنات الخلف كيفاش راحين نحولوه باش يولي اي بازي قد الامام. اذا شوفوا الامام تاعي راح يكون اي بازي بزاف بارابور للخلف. دوك نوريكم الخلف تاعي كيفاش نحولوه باش نتحصلوا على نفس العرض. اذا هاوليكم البنات الجزء السفلي تاعنا راح نتحصل على قطعتين يلصقوا في الوسط، ولهنا يكونوا كاينين هذوك لي بوطون اللي داروهم هما كتزيين، تقدروا ديروا لهنا فتحه في الوسط. اذا هذا الخلف رانا كملناه، اذا هذا الجزء السفلي تاع الامام رانا كملناه. نروح دركا للجزء العلوي. نقص دركا الشكل الجديد تاع لو باترون تاعي، يعني لو باترون هاوليكم كيفاه راح يكون هكذا. هاي ليكم لابانس الاولى، إذن هذا هو لو باترون تاعي الجديد. شوفوا شو راح ندير البنات، رايحه نفصل المحتوى تاع لابانس الاولى والثانيه. هاليكم نحينا فقط القطع اللي بلورونج، دركا رايحين نلصقوا بسكوتش هاد القطعة. كيما قلت لكم نحيو هاد لابانس هكذا، نعاودو نلصقوا نلصقوها تحصلوا على حردة الإبط الأولى. شوفوا هاليكم دركا راني غلقت هاد لابانس، ولا هنا هاد لابانس هادي استغنيت عليها. هاد المسافة هادي كامل اللي موجودة هنا هي اللي راح نديرها طيات. اذا نهز لو باترون تاعي هذا كيما راهو، نحطو على قطعه تاع قماش مطويه على اثنين، نجي على الجهه المفتوحه من هنايا نخلي واحد سنتيمتر ونحط لو باترون تاعي. هاوليكم نرسم البنات لو باترون. اكيد نخلي واحد سنتيمتر هنا حق الخياطه، ولا هنا ايضا خليو لهنا واحد سنتيمتر حق الخياطه لانه راح نلصقوهم مع بعضهم. اذا هاوليكم البنات لو باترون تاعي الجديد كيما قلت لكم هاد المسافه هذه الزايده ما نغلقهاش، ما نديرهاش اون بانس، هذه هي اللي رايحه تكون طيات. هاوليكم هادو الطيات اللي موجودين هنايا. هكذا راح يكون عندي قطعتين يتخيطوا لهنا في الوسط، ونديروا لهنا لي بوطون هادوك للتزيين، ولا هنا كيما قلت لكم نلمو هاد الزياده بالطيات. يعني كي تفصلوا نتوما ديروا علامه هنايا مع بدايه الفراغ وعلامه مع بدايه الفراغ، باه تعاودوا هاد الفراغ هذا تلموه طيات ويعاودوا يرجعوا القياسات تاعكم كيما كانوا في المره الاولى.
اذا نشوف راح نجيب الباترون تاع الجزء العلوي هاوليكم نحطه فوق الباترون الخلفي بهذا الشكل. لازم لهنا في الجانبين نحط يعني نهاية حردة الإبط مع نهاية حردة الإبط، وفي الجانبين هكذا لازم يكونوا قد بعضهم تماما، يعني نجي لهنا ونعين نقطة هاي لكم مع نهاية المسافة هذه. شوفوا مع نهاية المسافة هذه نعين نقطة. علاش درت هكا؟ باش دوكا كي نفصل الجزء العلوي على الجزء السفلي ومن بعد نلصقهم مع بعضهم نلقاهم قد بعضهم تماما. لهنا نمشيو بخط مستقيم هكذا نقص الخلف هكا. لهنا لابنس هذه نحتفظ بها من بعد نخيطها فقط، يعني ننقلها للجهه الاخرى ايضا ونخيطها. ولكن لهنا ما نحتفظش بها، رايحه نحيها باش نتحصل على نفس هذه المسافه هذه اللي زدتها في الامام ويكونوا عراض قد بعضهم كيما الامام كيما الخلف. نجي لهنا البنات ونرسم خط مستقيم مع نهايه لابانس بهذا الشكل، نقص هذا الخط ونفرغ لابانس تاعي. هاي لكم كيفاش نفرغها، يعني نحي المحتوى تاعها بهذا الشكل. الباترون تاعي الجديد نلصقو من هنايا هكذا، يعني بما انه فرغت المحتوى تاع لابانس دونك نلصقهم هكذا. يعني الباترونات هادو النهائية البنات هما اللي تحطوهم على القماش، ما تقدروش تخدموا هاد العمل كامل على القماش تاعكم. لهنا البنات الخلف تاعي لازم يكون مغلق، والقطعة تاع القماش اللي عندي ولا الورق عفوا اللي عندي راهي مفتوحة، إذا ما بقاتليش قطعة كبيرة، نحاول أني نغلقها فقط، المهم تفهموني وخلاص. هكذا نجي لهنا للجهة المغلقة هذه، القطعة تاع القماش راهي مطوية على اثنين، نهز لو باترون تاعي كيما راهو، نحطو بهذا الشكل، ما نخليش لهنا واحد سنتيمتر لأنه ما كانش خياطة في الوسط، ونهز الشكل تاع لو باترون تاعي الجديد. اذا هاوليكم البنات هذا راح يكون الخلف، راح يكون مغلق في الوسط، هذا راح يكون الجزء العلوي. اذا نغلقوا لي بانس، كي نغلقوا لي بانس راح تولي القطعه رقم واحد قد القطعه رقم اثنين على مستوى الخصر. هاديكم اذا هذه القطعه رقم واحد خلف، القطعه رقم اثنين خلف، لهنا القطعه رقم واحد امام، لهنا القطعة رقم اثنين امام. لهنا شوفوا ما نقدرش نطلع بواحد سنتيمتر وننقص ونقوص، لانه لهنا اصلا لو موديل تاعي راهو مقوص على هذا الاتجاه، والخلف تاعنا يتبع الامام، اذا لازم يكونوا قد بعضهم، دونك لهنا الخلف ايضا ما نقدرش نطلع له بواحد سنتيمتر ونقوص. دائما باش تلصقوا الجزء العلوي مع الجزء السفلي خليه واحد سنتيمتر واحد سنتيمتر باش ما ياكل لكمش من الاطوال. وبالنسبه للذراعين البنات لا فيديو اللي فاتت كنا درنا فيها نفس لو موديل، نفس الباترون تاع الذراعين تاع الموديل هذا. لهنا نكونوا البنات خلصنا لو موديل تاعنا، نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.